وكلمة قديس يعني محتاجين نعيد التركيز عليها تاني، لأن الرسول بيذكرها مرتين هنا. وللأسف مفهوم القديس في المسيحية اتلخبط كتير جدا، وأصبح القديس شخص وصل إلى مستوى معين، يمكن من النسك، من بعض الأعمال اللي حطوها الناس اللي لا علاقة لها بكلمة الله، وأطلقوها على ناس معينة يمكن حطوا لها سنين معينة بعد وفاتهم. لكن هنا مرتين بيتكلم عن قديس، سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. وكلمة قديس زي ما هو معروف لمعظمنا إنه شخص أصبح مخصص. بمجرد ما بسلم حياتي للمسيح، بمجرد ما بكتشف حقيقة نفسي وحقيقة خطاياي وبعترف بيها وبصدق إنه دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية وبروح له بإيمان قلبي حقيقي، أنا أصبحت مخصص لهذا الشخص، وأصبح مكاني أو مقامي الشرعي هو القداسة المطلقة أمام الله، كما زي ما يقول الرسول في رسالة أفسس: كما اختارنا فيه لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. المفهوم دوت بتؤكده هذه الكلمات، بيؤكد الرسول أنه في قديسين في بيت قيصر. دول ما بقوش قديسين لأنهم وصلوا لحاجات معينة، دول ناس كانوا بيشتغلوا في شغل زمني، وصلتهم البشارة، سلموا حياتهم للمسيح، بقوا مخصصين لله، أخذوا هذه المرتبة العظيمة.